السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة إحنا سعداء جدا إنه لقينا التمر الفلسطيني، تمر أريحة اللي هو تمر مدجول، هذا متواجد هون في دبي، بنحرص دائما إنه يكون موجود في بيتنا. بالفعل من ألذ وأبرك أنواع التمر اللي شفناه بحياتنا. وهي هون شوف زي ما انتم شايفين هون إنتاج فلسطين، برودكت أوف فلسطين، تمر مدجول رائع جدا بصراحة. هذا زي ما شايفين هون، وبعدين هذا التمر طبعا هون زي ما شايفين هاي شركة طيبات الإمارات اللي بتجيبه سلطانة، مكتوب هون فاخر التمور العربية. هذا 1 كيلو هون، ودائما المفروض احنا كمان ندعم المنتوجات الوطنية الفلسطينية في أماكن تواجدنا في كل بقاع العالم في الغربة الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.